من أولوياتنا أنه نطرح مشروعاً خدمياً نريد أن تكون واسطة المحافظة الواعدة، ومن المؤكد أن خيرات واسط وكفاءات واسط وكل المخلصين في واسط فيها رجال وفيها كفاءات قادرين على بنائها وإعمارها. لذلك حملتنا الانتخابية لا تكون في كثرة الصور والإعلانات، وهذا أيضاً مطلبي لإخواني وأخواتي المرشحين. الناس لديها عدم ثقة من الوعود والشعارات والصور، لذلك مسؤوليتنا في قائمة واسط أجمل أن نعيد ثقة الناس بمؤسسات الدولة، أن نعيد ثقة الناس بالدولة العراقية الواعدة، دولة المؤسسات لا دولة الأشخاص. نحن نؤمن بأن عملنا ومنهجنا ومشروعنا هو يستظل بظل القانون والدستور، لا نقبل أن يكون أحد منا خارج هذا النطاق، ولا نؤمن بأي مشروع أو شخص يفكر أنه أكبر من الدولة وأكبر من المؤسسات. لذلك مشروعكم يا شباب مشروع ذات الشوكة، طريق صعب، ليس مشروعاً ربحياً أو مصلحياً أو مشروعاً تجارياً. نحن ند للفاسدين، نحن ند لمن يريد أن يعتاش على واسط، نحن نعيش لواسط.